وهاخد عصير الليمون احطه على الحمص مع مقدار من الملح رشة صغيرة جدا من الفلفل الاسود واخد الثوم احطه هنا. مش هحط دلوقتي الطحينة غير لما اضرب الخليط ده مع بعضه. محتاج الاول اضرب الخليط ده مع بعضه. بعد ما بضرب الخليط مع بعضه اقدر انه انا احط الطحينة عشان الطحينة هتتقل القوام. الطحينة هتخلي القوام تقيل فهيضايقني في الضرب. احتاج ازود سائل وانا اصلا مش محتاج ازود سائل في المرحلة دي. فهعمل ايه؟ هضرب دول الاول مع بعض. بس خلي ممكن يا احمد تخلي شيف امين بس يجيب لنا الهاند ميكسر ونقول خلاص دول هيتضربوا مع بعض وهنضيف بقيه المكونات وهنشوفهم سوا. دلوقتي هنقول مقادير سلطه الراهب لغايه ما احمد يقول ماشي يا سيدي. يبقى انا مش واخد بالي؟ لا يا جدع مش موجود يا جدع. يوه. طيب تعال نقول مقادير سلطه الراهب ونرجع تاني لسلطه الحمص. يلا بينا. مقادير سلطه الراهب كالتالي: 3 بتنجانات رومي مشويين. اشوي البتنجان الرومي على البوتاجاز عشان ياخد ريحه حلوه وطعم حلو، يا اما على البوتاجاز على النار على طول على الشوكه اللي احنا بنحطها شياطه للرز، او على او في الفرن نفسه بس تبقى ملاصقه لقعده الفرن عشان تاخد ريحه التدخين، دي ريحه بتبقى حلوه جدا. 3 بتنجانات رومي مشويين، ثمره بصل، ثمره 2 ثمره طماطم، كوبايه رمان، كوبايه بقدونس مفروم، ملح وفلفل، واربع معالق عصير ليمون، وزيت زيتون. الفرق ما بين البابا غنوج والراهب الفرق في كذا فرق، بس الفرق الاكبر واكتر فرق ظاهر وباين هو الطحينه. الراهب ما فيهاش طحينه، بابا غنوج فيها طحينه. طبعا في فروقات تانية زي مثلا ان في طماطم هنحطه وهنحط رمان على الراهب، ما ينفعش نحط الكلام ده على البابا غنوج وهكذا. بس انا بقول لكم على اكتر الفروقات الظاهره. هناخد بقى اناء كده يكون حجمه واسع نسبيا، وهاخد البتنجان. هاخد البتنجان هنا كده ريحه الشوي بتبقى حلوه جدا، و بالهراسه كده او بالشوكه على حسب انتوا موجود عندكم ايه. هبتدي كده اهرسه، بس انا مش عايزه بيوريه. يعني ايه بيوريه؟ يعني مش عايزه معجون زي معجون كده صلصه الطماطم كده، لا مش عايز كده. عايز يكون فيه قوام، عايز اكون شايف بعض من البتنجان اللي لسه محافظ على قوامه. هوريكم حالا بعد ما اخلص اللي انا بعمله ده احنا نقصد ايه بالكلام ده. يلا بينا كده انا خلصت. ممكن نجيب معلقه كده ونشوف القوام اللي احنا كنا بنتكلم عنه. اه يلا وريني كده يا ابو حميد من فضلك. شايفين كده؟ ده مش بيوريه لانه في حتت من البتنجان اهي لسه محافظه على جزء من شكلها. فاهمين قصدي؟ ده اللي انا عايزه، مش عايزه يبقى بيوريه تاني. خلاص هاخد بقى بقيه المكونات. هقرب كده مني، هنزل هنا الثوم، هاخد البصل وكميه او نص كميه البقدونس او ثلاث ارباعها كمان، وهديهم كده تقليبه حلوه مع اضافه ايه بقى؟ مع اضافه الليمون والملح والفلفل الاسود الخفيف. وهنحط مكعبات طماطم بس مش كميه كبيره، هنشوف ده مع بعض حالا دلوقتي. هنجيب الكاتنج بورد كده، يا ساتر يا رب، ونجيب سكينه وناخد مكعبات طماطم حجمها صغير من الطماطمايه دي.
هاخد مكعبات الطماطم دي وانزل بيها هنا على والله ممكن اخد واحده كمان لانه كميه الثلاث بتنجانات كمياتهم جيده فطماطميتين هيبقوا حلوين جدا على الكميه دي. ونستمر وناخد الطماطم نحطها على مكونات السلطه. حلو ده كده خلاص قام بدوره مش محتاجينه دلوقتي. نرجع تاني هنا نقلب المكونات. اوعوا تحطوا طحينه على السلطه دي يعني بالذات. بس انا كده جاهز محتاج بس ادوق عشان اشوف هل محتاج ملح او حاجه. شويه ملح صغيرين محتاجهم ضيفهم هنا ومش محتاج اي حاجه تاني. محتاج بقى اجيب الطبق واقدم سلطه الراهب دي مع شويه كده من الرمان الحلوين. انا كده جهزت عندي كل شيء. بص كده يا ابو حميد كده سلطة الراهب جاهزة. السلطة اللي هتتحط على الشاورما سلطة البواز جاهزة. صوص الطحينة بالزبادي جاهز. الحمص جاهز على الضرب. هنجيب المضرب شوف مين هيجيبه لنا دلوقتي وهنضربه على طول. الرز استوى وجاهز والشاورما كمان. انت مش بتيجي معايا في الحاجات دي ليه يا ابو حميد؟ الرز استوى وجاهز والشاورما كمان جاهز عشان نعمل بقى الطبق الرئيسي. عملنا الراهب خلصناها وجهزناها وهي السلطه اللي هتتحط على الشاورما مع صوص الطحينه بالزبادي وصوص كان فاضل فعلا الحمص كنا لسه ما ضربناهوش كنا محضرين او كنا مستنيين الهاند بلندر. جبنا خلاص الحمد لله الهاند بلندر اهو. تقدروا تعملوا ده كمان في الفود بروسيسور او هاند بلندر زي ما انتم عايزين. هنبتدي بقى كل اللي هنعمله ان احنا بس هنخلق او هنطحن الحمص. هضيف بقى شويه من عصير الليمون ممكن شويه صغيرين كده من الزيت يساعدونا على الضرب. ده غير الزيت اللي احنا هنحطه على السطح كمان. يلا بينا. بيتعمل بقى سلطة الحمص دي في المطاعم وكده بتتعمل في تلج يعني بنجيب كده عشان نحافظ على اللون الفاتح. بس احنا دلوقتي بنعمل في البيت فمش محتاجين كده. بس عشان نحافظ على اللون الفاتح بنجيب تلج ميه بتلج نحط الاناء ده في ميه بتلج فنفضل محافظين على اللون الفاتح بتاع الحمص. في النهايه يطلع الحمص لونه فاتح زي ما احنا بنشوفه. طيب ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ هنجيب بقى طبق لتقديم الحمص وليكن مثلا الطبق ده ونجيب بقى سباتولا. وهاخد الحمص احطه هنا كده في المنتصف وبعدين هعمل ايه؟ هاجي هنا في النص كده واروح ايه؟ هعمل كده تجويف بالشكل ده.
وبعدين ناخد كده شويه من زيت الزيتون نحطهم في المنتصف و مش فاضل بس كده رشه صغيره من ورق الكزبره كده والبقدونس على حسب انتوا حابين ايه. ممكن شويه زيتون برده كده هنا كده. الطبق ده جاهز ناخده نحطه هناك كده على السفره كده. نقدر بقى نزود طحينه او نقلل على حسب احنا حابين ايه في سلطه الحمص نفسها. دي كده حمص بيور نقدر نضيف طحينه عليها؟ طبعا نقدر نضيف طحينه عليها. طيب ايه اللي فاضل كده؟ فاضل ان احنا نقدم الراهب. ناخد كده هنا هاخد الرمان واحطه هنا كده في المنتصف وعلى الرمان ده روح جاي هنا شوية حلوين كده من زيت الزيتون الشهي الجميل الله على الحلاوة والطعامة. ناخد الطبق ده